مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا نادي الزمالك العظيم والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودناكم دايما بنبتدي بعناوين الحلقه. مصر وكاب فيردي بدايه قويه. محمد صلاح مطلب كبار السعوديه. الزمالك ينهي المعسكر ويستعد لرحلة كينيا. وأخيرا هشام يكن في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم هو مكاسب المنتخب بعد الفوز على كاب فيردي في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا. مساء الخير والسعادة على جمهور نادي الزمالك العظيم في مصر والوطن العربي ويوم جديد من برنامج أخبارنا وربنا يا رب دايما يسعد أيامكم. امبارح كلنا شفنا وتابعنا فوز مهم جدا لمنتخبنا الوطني على كاب فيردي وفي مفارقة كده نرجع فلاش باك مع بعض مع روي فيتوريا ومع الكابتن حسام حسن. لما منتخب مصر لاعب كاب فيردي مع روي فيتوريا اتعادلنا معاهم بنتيجة 0-0 وتحس ان منتخب كاب فيردي كان كعبه عالي شوية على منتخبنا. لما كنا بنلعب مع روي فيتوريا كنا متخوفين بعض الشيء، كنا حاسين ان هي الفرقة الواو اللي تخض، بس هي ما طلعتش الفرقة الواو وتخض والفرقة الخزعبلية يعني زي ما كان بيهيأ عند البعض. واللي احنا شفناه مع كابتن حسام حسن هو ده العادي والطبيعي بتاع منتخب مصر. منتخب مصر يعني بالارقام وبالتاريخ وبالبطولات يفرق 100 سنه ضوئيه عن منتخب كاب فيردي. والفوارق بانت لما منتخب مصر بيلعب في حالته الطبيعيه ومنتخب مصر بيلعب بالطريقه الصح والهويه بتاعت منتخب مصر موجوده داخل ارض الملعب. دي النتيجه الطبيعيه، تكسب كاب فيردي 3-0 على ارضك، ده المنطقي. ولكن نرجع بالزمن شويه مع روي فيتوريا، ازاي منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي؟ في الاول وفي الاخر منتخب كاب فيردي ده سنه تانية ولا سنه تالتة افريقيا يعني، فما تتعادلش معاه بكل حال من الاحوال. ولكن بفضل المولى عز وجل والروح والعزيمه والرجوله اللي كانت موجوده في الملعب من رجاله منتخب مصر والقياده الفنيه الحكيمه للكابتن حسام حسن، شفنا هويه منتخب مصر داخل ارض الملعب. ومع وجود الكابتن حسام حسن على رأس القيادة الفنية بدأنا نشوف الجمهور بيرجع تاني يلتف حوالين منتخب مصر. وعلى فكرة يعني احنا موجودين هنا في قناة الزمالك ولكن احنا لينا عتاب برضو ان بعض الناس بدأت ان هي تهتم بالأندية على حساب المنتخب. وعلى فكرة العيب مش عندهم، هم زعلانين، هم مش لاقيين حاجة تفرحهم برغم ان منتخب مصر ده ياما فرحهم. فلما رجعت الروح تاني والرجوله داخل ارض الملعب والرجاله بقى معاهم مدير فني قوي زي كابتن حسام حسن، الناس تاني بتفهم. على فكره الناس جمهور الكوره في مصر واعي جدا، احنا بلد ال 100 مليون محلل. فلما شافوا الاداء والرجوله دي كل الناس تاني رجعت ورا المنتخب وبدانا نشوف الناس تاني بالاعلام في الشوارع والناس بدات ترجع تاني تكون موجوده في استاد القاهره، استاد الرعب يعني. ففوز كبير لمنتخبنا على حساب المنافس، مش هقول القوي ولكن هو المنافس الاول ليك في المجموعه باداء اعتقد ان هو كان مرضي للجميع. ظهر من خلاله طبعا اغلب اللاعبين بافضل شكل ممكن، نتيجه ممتازه مع اداء رائع. هو ده منتخب مصر، بدايه مفيش افضل من كده علشان يرد بيها الكابتن حسام حسن على كل الناس اللي انتقدته ويقول لهم اهم حاجه منتخب مصر اولا. والحمد لله حققنا اول ثلاث نقط في مشوار التصفيات اللي اكيد مش هيكون طريقه مفروش بالورود زي ما بنقول كده، ولكن منتخبات افريقيا ما بقتش زي الاول.
اغلب المنتخبات عندها لاعبين، وفي كل مركز عنده 2 و3 ومحترفين في كل حته في افضل دوريات العالم في البيج فايف. عشان كده محتاجين نكمل على الاداء ده، محتاجين ان احنا نكمل بنفس الروح دي، واعتقد ان احنا ظهرنا امبارح في المباراه بشكل جيد جدا. لسه فاضل مباراه بتسوانا يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. الحقيقه الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير على الكابتن حسام حسن، ومش عارف ليه يا جماعه احنا يعني بعض الناس كده بتحس ان هي ما بيعجبهاش العجب. الناس بتنادي على مدير فني وطني، مفيش افضل من يعني واحد من افضل الهدافين ان لم يكن هو الافضل في تاريخ هجوم منتخب مصر، واحد من افضل المدربين في الدوري المصري الممتاز، طلع لعيبه كتير، قدم لعيبه كتير، واحد من اساطير افريقيا، واحد من الناس اللي يعني كانوا بينيموا حراس مرمى افريقيا كلهم من المغرب، من اوائل الناس اللي وصلوا لمصر للعالميه في كره القدم، خلى الناس كلها تتكلم على لعيبه منتخب مصر، هويه كبيره جدا، راجل يعني لو الناس هنا ما ادلوش حقه مين هيديله حقه؟ تشوف في اي محفل افريقي، في اي محفل عالمي، الانفانتينو او الفيفا او اي مسؤول عن البي ار او العلاقات العامه في الاتحادات العالميه والاتحاد الدولي، اسم حسام حسن موجود كضيف شرف في كل حته. ففي الحقيقه عميد احنا بنتشرف بيك ومبسوطين جدا بالاداء اللي انت عملته مع المنتخب، هنفضل ندعم منتخب بلدنا كل يوم هنا في قناه الزمالك، والدعم بتاع المنتخب ده مش يعني مش حاجه احنا فيفر احنا بنعمله ولا احنا بنعمل جميله، ده واجب علينا، لازم نرجع نساند المنتخب، والمنتخب دايما ليه شغف خاص كده. ان شاء الله باذن المولى عز وجل نشوف منتخب مصر في افضل حال، واحنا كلنا هنا شغالين عشان مصلحه منتخب مصر والدوري المصري كله عشان خاطر المنتخب. ولكن اللي عايز اقوله ان في بعض الاحيان محتاجين ندعم منتخبنا، علشان الدعم هو اللي بيفرق مع الجهاز الفني ومع اللاعبين. انا التقيت بكابتن حسام حسن في اكتر من مره، والراجل بيقول لي انا موجود هنا عشان البي طموحات 120 مليون مصري. قال لي انا شغال عند الجمهور المصري، انا شغلي الشاغل هو منتخب مصر. والله الكابتن حسام قال كده. عايز استعرض مع حضراتكم ارقام الراجل اللي معانا على الشاشه دوت، اللي احنا في الحقيقه يعني بنديله كل الدعم وكل التحيه، وارقامه مع المنتخب نحب ان احنا نوضحها كده للساده المشاهدين. يمكن قياده حسام حسن لمنتخب مصر كانت في 5 مباريات، حقق الفراعنه الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء، وخسر مباراه وحيده، ولكن المباراه دي ما كانتش مباراه رسميه، دي كانت مباراه وديه، وسجل لاعبه المنتخب الوطني مع العميد 9 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف. لم يخسر المنتخب الوطني تحت القياده الفنيه لحسام حسن في اي لقاء رسمي، حيث فاز على بوركينا فاسو وكاب فيردي وتعادل ضد غينيا بيساو. جاءت مباريات الفراعنه الرسميه تحت قياده العميد على النحو التالي: اللقاء الاول وهو لقاء رسمي امام بوركينا فاسو وانتهى لصالح منتخبنا بنتيجه 2-1، اللقاء الثاني وهو لقاء رسمي ايضا امام غينيا بيساو وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1، واللقاء الثالث وايضا كان لقاء رسمي امام كاب فيردي اللي اختتمناه او اللي احنا شفناه مع حضراتكم امبارح، وهو لقاء كاب فيردي وانتهى بنتيجه 3-0. ده فيما يخص منتخب مصر وفيما يخص العميد، ولكن ما ينفعش نعدي على منتخب مصر واتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح. صلاح رغم عدم التسجيل لكن كان ليه دور كبير جدا في مباراه كاب فيردي. واحد يسالني يقول لي ايه الدور بتاع صلاح؟ اقول له اولا انا هكلم حضرتك هنا بلغه الارقام. لغه الارقام في كره القدم دايما هي اللي بتتكلم. طبعا بخلاف الاهداف. ولكن محمد صلاح لعب المباراه منذ الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. ومرر 42 تمريره طوال اللقاء، من بينها 35 تمريره صحيحه بدقه تمرير او بنسبه نجاح 83%. صلاح قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه امام كاب فيردي، وارسل 3 تمريرات طويله بالاضافه الى 3 محاولات عرضيه او الكروسات يعني، وهو ما يعكس في الحقيقه سعي صلاح المستمر وجهده طوال ال90 دقيقه، بخلاف طبعا ادواره الدفاعيه الهامه، وشفنا صلاح موجود في كل حته في الملعب.
اي فريم بيجي تلاقي صلاح موجود. الراجل من الجون للجون ما بطلش جري طول التسعين دقيقة، كان موجود في نص الملعب اغلب فترات اللقاء عشان التعليمات الفنية بتاعت كابتن حسام حسن، يرجع لورا ياخد معاه اتنين تلاتة مدافعين. دايما صلاح تلاقي الراجل ده على طول موجود في اتنين في ظله. فصلاح وجوده في نص الملعب وان هو بيرجع على الدايرة ويبتدي يتحرك في منطقة البوكس تو بوكس ديت عشان يفضي السكة لزمايله. وشفنا الادوار دي لصلاح مع ليفربول ومع يورجن كلوب، كان بيقدر ان هو او بيستغل وجود صلاح وينزل تحت عند 6 و8 في نص الملعب عشان يفضي السكة لباقي زمايله ويقدر ان هو يصنع الفارق على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي داخل ارض الملعب. ايضا دوره القيادي داخل الملعب وتأثيره الكبير على الحالة المعنوية للاعيبة منتخب مصر، اللي في الحقيقة وجود صلاح بيديك الامان. صلاح دوره ووجوده داخل ارض الملعب مع كل اللعيبة في الحقيقة. ده فيما يخص ابو صلاح وفيما يخص منتخبنا، ولكن ده كان الجانب الايجابي. طيب ايه الجانب السلبي؟ كان في طبعا اصابات للاسف الشديد، واصابات مش اصابات خفيفه، ودايما لما بنتكلم عن الاصابات يعني بنحط ايدينا على قلبنا، لان في الحقيقه احنا ما بقيناش حمل اصابات في ظل طبعا تلاحم المواسم، وفي ظل ان انت داخل على مباريات هامه جدا سواء لمنتخب مصر او للمحترفين بتوعنا مع فرقهم في مستهل البيك فايف او الدوريات الكبرى اللي بيلعبوا فيها. طيب ايه قصه الاصابات؟ مصطفى محمد كان خضع لاشاعه تحت اشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العلا، واللي اعلن عن اصابته في العضله الخلفيه، كما اثبتت الاشاعات تعرض عمر مرموش لاصابه بجزع في الرباط الخارجي للركبه. كمان في اصابه ثانيه لرامي ربيعه ولمحمد حمدي عباره عن اجهاد عضلي، وان شاء الله باذن الله دول يكونوا جاهزين لمباراه بتسوانا اللي مقرر ليها يوم الثلاث المقبل. باذن الله دايما هنطمن حضراتكم على حاله اللعيبه، ولكن مصطفى محمد ومرموش للاسف تم استبعادهم عشان طبعا يكونوا بيخضعوا للبرنامج العلاجي الخاص بيهم. وطبعا فيما يخص بقى الاستدعاءات، تم استدعاء احمد عيد لاعب المصري البورسعيدي للانضمام للمعسكر استعدادا لمباراه بتسوانا المقرر ليها يوم الثلاث زي ما قلت لحضراتكم في الجوله الثانيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2025. من منتخبنا نروح لنادي الزمالك ومعسكر نادي الزمالك. امبارح هنا في قناة الزمالك يمكن كنا انفردنا مع حضراتكم ببعض الكواليس، وان شاء الله برضو هننفرد مع حضراتكم ببعض الاخبار وبعض الكواليس، ولكن خلينا ابتدي بالمعسكر او التريننج كامب اللي عامله الزمالك، اللي في الحقيقة ليه مكاسب عديدة جدا، مكاسب فنية وبدنية وتجميعة مهمة لكل عناصر المنظومة ان هم يكونوا موجودين مع بعض. يبتدي الراجل يقعد وان ان وان مع كل لاعب، يبتدي جوميز يناقش افكاره مع اللعيبه، يبقى موجود معاهم بشكل انتنس او شكل مركز، يبتدي ان هو يوصل فكره مش بس للعيبه ولكن كمان لكل اعضاء الجهاز الفني واعضاء الجهاز الاداري. ودايما البري سيزن ده بيكون كلمه السر، ولما بنقول ان المعسكر مليان مكاسب احنا بنقيس ده بمدى الانسجام اللي موجود بين اللعيبه والجهاز الفني، وده بينعكس على الاداء الفني داخل ارض الملعب ومدى تاقلم اللعيبه الجديده. وشفناه النهارده، يعني الراجل اللي طالع بيتكلم وبيقول كلام ايجابي ده مش كلامه خلاص، لا. النهارده كان في مباراه امام رايا، مباراه وديه طبعا اللي انتهت بفوز الزمالك بنتيجه 3-2. محمود بن تايج سجل هدف، وحسام اشرف سجل هدف، وكمان الاداء اللي كان ممتاز جدا 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 اللي ظهروا عليه الثنائي فرق بشكل كبير جدا في قناعات جوزيه جوميز. وعلى فكره جوزيه جوميز بيتكلم كمان على احمد محمود بشكل كبير جدا، وممكن تشوفه موجود بيلعب اساسي كباك رايت، وبتشوف عمر جابر بيلعب في نص الملعب والعكس. فهو شايف ان وجود احمد محمود وشايف ان وجود حسام اشرف كانه عمل صفقتين سوبر. ان شاء الله يكون معسكر برج العرب بمثابه كلمه السر زي ما بنقول قبيل انطلاق الموسم الجديد، ويكون نقطة تحول زي ما جوميز دايما بيقول. وعايز اقول ان من المكاسب الكبيرة اللي جوميز نفسه فرحان بيها زي ما قلت لحضرتك هو احمد محمود وحسام اشرف، شايف ان دول لعيبة بروميسنج
وممكن يكسروا الدنيا، ومش ممكن، هم اكيد ان شاء الله هيكون ليهم شأن كبير داخل نادي الزمالك. وجوميز بدأ ان هو خلاص يبقى عنده قناعات كبيرة ان دول ممكن تشوفهم اساسي مع نادي الزمالك في بعض المباريات، او احمد محمود بالاخص يعني. ان شاء الله هيكون ليهم دور، وحسام برضو يكسر الدنيا مع نادي الزمالك. امبارح قلت لحضراتكم خلال ساعات هيعلن نادي الزمالك عن صفقات او صفقة ثالثة، وهو كان الجابوني ارون موبن دازا او موبن دازا زي ما بيقولوا. الراجل نادي الزمالك خلاص تم ارسال التيكت الخاص بيه، تيكت الطيران للاعب، علشان يكون موجود في مصر خلال الايام المقبله. عايز برضو ااكد على حضراتكم ان الراجل ده هيكون من اقوى الصفقات اللي جت الدوري المصري على مدار السنين اللي فاتت. كواليتي الراجل دوت مرعبه. ده لعيب يلعب في اي دوري اوروبي وهو حاط رجل على رجل. فرده تقيله زي ما بنقول كده جوه ارض الملعب. لعيب تحب تشوفه، يمتعك بلغه الكوره، وفي الفينش ما بيهزرش. ارقامه هنستعرضها مع حضراتكم، وده مش كلامي، دي لغه الارقام. ارقام الجابوني ارون موبنديزا صفقه الزمالك المنتظره، القيمه التسويقيه 5 مليون يورو. المركز مهاجم، وبيلعب برضه كجناح ايسر وجناح ايمن. الجنسيه منتخب الجابون. الطول 180 سنتي، السن 28 سنه، لعب مع الانديه 190 مباراه، سجل كام؟ 78 هدف. صنع كام؟ 18 هدف. لعب مع منتخب الجابون 35 مباراه، سجل 8 اهداف. ان شاء الله الراجل ده اضافه كبيره وكبيره جدا لسكواد نادي الزمالك، والكواليتي اللعيبه اللي موجود داخل الدوري المصري، واهدافه كلها زي ما حضراتكم شايفين رجله شومه في المقص. هيكون موجود ان شاء الله في مباراه السوبر ويصنع الفارق مع نادي الزمالك. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم للفقره الاهم، وهي فقره الاخبار. ولكن قبل ما نروح للاخبار، لازم زي ما هنا كنا في البرنامج وفي قناه الزمالك بنشيد بابطال باريس في الاولمبياد الثلاثي طبعا المتوج بالميداليات، لازم نتكلم عن ابطالنا في البطوله البارالمبيه في باريس 2024. والحمد لله احنا ماشيين كويس، وكويس جدا. عندنا امل كبير ان الامور هتبقى افضل. منتخب مصر او بعثه منتخب مصر قدرت ان هي تحصد 5 ميداليات. 5 ميداليات لمصر في الالعاب البارالمبيه حتى الان. محمد المنياوي ذهبيه، منافسات رفع الاثقال لوزن 59 كيلو، رحاب احمد رضوان بالميداليه الذهبيه لوزن 55 كيلو، توجت فاطمه محروس بالميداليه الفضيه في منافسات رفع الاثقال وزن 67 كيلو سيدات، وتوج محمد صبحي بفضيه منافسات رفع الاثقال لوزن 88 كيلو. حصد منتخب مصر للكره الطائره جلوس توج بالميداليه البرونزيه عقب تغلبه على منتخب المانيا جلوس. ده طبعا بنتيجه 3 أشواط مقابل شوطين. الف مليون مبروك لمصر. امبارح كان يوم سعيد جدا على الرياضه المصريه بشكل عام. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم نبدا اخبار. بداية قوية ومميزة حققها المنتخب الوطني في افتتاح مشواره بتصفية أمم إفريقيا والتي ستقام بالمغرب العام المقبل، بعد تغلب الفراعنة على كاب فيردي ب3 أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات، ليواصل المنتخب الوطني تألقه تحت القيادة الفنية لحسام حسن في مشواره بالقارة السمراء، سواء بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم المقبلة. ثلاثية المنتخب الوطني في شباك كاب فيردي كانت بمثابة رد قاطع على المشككين في قدرات الفراعنة والجهاز الفني، كما وجهت ثلاثية المنتخب الوطني رسالة قوية إلى كل المنافسين بالتأكيد على قدوم الفراعنة بقوة لغزو الأدغال الإفريقية كرويا بعد النجاح في خطف صدارة المجموعة وإعلان التفوق من البداية في مجموعة تضم بوتسوانا وموريتانيا مع منتخبي مصر وكاب فيردي. كما يسيطر منتخب مصر حاليا على صدارة التصفيات
المؤهلة للمونديال بعد حصد الفراعنة 10 نقاط من 4 مباريات، حقق خلالهم المنتخب 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أي خسارة في مجموعة تضم العديد من المنتخبات، وهي غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي، بالإضافة إلى منتخب مصر. ليثبت حسام حسن جدارته وقوته في قيادة الفراعنة بعد تفوقه في إدارة المباريات، كما أعاد حسام حسن اكتشاف نجوم جديدة بعد تألق إبراهيم عادل مع الفراعنة بتسجيله الهدف الثالث أمام كيب فيردي، وكذلك عودة المحترف عمر مرموش للتألق مع المنتخب وتسجيل الأهداف. بطولة جديدة لكرة القدم المصرية. يا ماراثون طويل طويل في اختبار من ربنا. سيكمل المشوار باقتدار. والبطولة ويرفع رصيده من الألقاب فإحدى الإنجازات التاريخية. بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، وكالعادة بنبتدي أخبارنا من عند فريقنا اللي هيختتم معسكره اليوم في برج العرب استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، بعد ما جوميز اطمن على اللعيبة واطمن على الحالة الفنية والبدنية لكل لاعب والوقوف على مستوى عناصر هامة، وكان الراجل بيقيم مجموعة كاملة في الحقيقة. طبعا فريقنا النهاردة في ختام معسكره خاض مباراة ودية أمام رايا في العاشرة صباحا وحقق الفوز بثلاثية، كمان بيواجه نادي الزمالك النهاردة الشرطة العراقي، والمباراة انطلقت منذ قليل بمجموعة أخرى من اللاعبين في الساعة 6 مساء. إذن كان في لقاءين، مباراة رايا الصبح ومباراة الشرطة اللي انطلقت منذ دقائق. مكملين اخبارنا برضو من عند نادي الزمالك، وتاني بنقول لحضراتكم ان احنا قدرنا نقف على مستوى العديد من العناصر داخل نادي الزمالك، الفوز على رايا بثلاثيه. جوميز بيستعين بمجموعه من اللعيبه لعب بيهم مباراه رايا الصبح، وبيلعب بمجموعه تانيه مباراه الشرطه العراقي اللي انطلقت منذ دقائق. سجل اهداف رايا سامسون اكينولا ومحمود بن تايج، والهدف الثالث كان عن طريق اللاعب مين اللي سجل الهدف الثالث، اقول لحضراتكم دلوقتي. الهدف الاول سامسون، الثاني محمود بن تايج، الهدف الثالث كان حسام اشرف، صح كده ماشي. ده فيما يخص مباراه رايا اللي انتهت بفوز فريقنا بنتيجه 3 اهداف مقابل هدفين. مكملين من عند جوزيه جوميز المدير الفني لفريقنا اللي اشاد بمعسكر الفريق. دايما جوميز بعد كل تجربه او بعد كل معسكر بيبتدي يقول الفيدباك ويدي ريبورت عن المعسكر. الراجل اشاد بمستوى التدريبات والمباريات الوديه، وقال انه حقق مكاسب واستفاده كبيره جدا من مرحله البري سيزون وفترة الإعداد المقامة في برج العرب، ده قبيل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بإذن المولى عز وجل، وشايف إن الفريق قدر إن هو يستعد بشكل جيد للكونفدرالية الإفريقية ومن ثم السوبر الإفريقي من أجل الوصول للمستوى الفني والبدني المطلوب قبيل الموسم الجديد. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لادارة مباراة الشرطة الكيني المقرر ليها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية الافريقية اللي هتقام في العاصمة الكينية نيروبي،
ويتكون طاقم التحكيم وهو لقاء الذهاب طبعا من الزامبي هيلاري همبابا وهو حكما للساحة، ويعاونه ديانا تشيكو تشيا وتوماس كايلا مساعدين وهاملايا مونجي حكما رابعا، واختار الكاف الصومالي بشير عرب مراقبا عاما للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس من إفريقيا الوسطى. ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في 9 مساء يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي. نختم أخبارنا من عند مسؤولي نادي الزمالك اللي بالفعل بينهوا خلال الساعات الماضية إجراءات بقى السفر فيما يخص مباراة السوبر الإفريقي، وطبعا كل الاستعدادات اللي بتخص معسكر الفريق وفندق الإقامة وإجراءات السفر وحجز الفندق وكل شيء، يعني الدنيا بتبتدي على طول كده بدري بدري، والمباراة إن شاء الله مقرر ليها يوم 27 سبتمبر الجاري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي على ملعب المملكة أرينا في الرياض. الجهاز الإداري بدأ بالفعل في إنهاء إجراءات السفر خلال الساعات القليلة الماضية زي ما قلت لحضراتكم، كل بقى ما يخص فندق الإقامة وترتيبات السفر وكل ما يخص رحلة الزمالك. بعد ما خلصنا أخبار نادينا تعالوا نشوف الفيلر دوت عشان نبتدي مع حضراتكم أخبارنا. عند الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي بيتواجد حاليا في باريس لتكريم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية. وأشاد الدكتور أشرف صبحي بنتائج البعثة المصرية وقال خلال لقائه مع الأبطال البارالمبيين المتواجدين في باريس والمتوجين بميداليات في القرية الأولمبية بباريس، الدولة المصرية لا تبخل على أبطالها الرياضيين في شتى المجالات، مؤكدا أن لاعبي مصر في البارالمبيات نجحوا في رفع اسم مصر عاليا، مؤكد إطلاق اسم أبطال ميداليات الدورة البارالمبية على مراكز الشباب طبعا فيما يخص كل لاعب في المحافظة أو المحافظة التابع ليها. وكمان دكتور أشرف كان حريص على حمل قميص الراحل طاهر البهائي مدرب منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس خلال احتفاله بأبطال دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في باريس 2024 تكريما له. وعشان نقرب أكتر من المشهد بينضم لينا الزميلة ياسمين يحيى من باريس لتطلعنا على كافة التفاصيل فيما يخص بعثة مصر في بطولة البارالمبيات باريس 2024. ياسمين ماذا لديك؟ مساء الخير ومساء الخير على كل متابعين قناة الزمالك. طبعا خلال الساعات اللي فاتت البعثة قدرت انها تحقق خمس ميداليات، اخرها ما كملناش ساعة واخدينها في الأربعة في رفع الأثقال وميدالية برونزية في الطائرة جلوس. فرحة ما تتوصفش لكل المتواجدين هنا في باريس، سواء لاعبين، أجهزة فنية، لجنة برلمبية، وزارة رياضة. وكان وش دكتور اشرف حلو على البعثه، طبعا اول ما حضر ماتش الطائرة اخذ الميداليه البرونزيه، وكان قبلها بيومين واخدين ميداليتين ذهب المنياوي ورحاب احمد، اثنين ذهب واثنين فضه وواحده برونز، صح كده؟ وواحده نعم. فضه لفاطمه، ومن شويه برضو اخذ محمد صبحي الالفات ميداليه فضه كده، اثنين ذهب واثنين فضه وواحده برونز. صحيح.
طيب عايز اعرف منك بقى الاجواء في البعثة عاملة ازاي، وعارف طبعا ان في احتفالات كبيرة والدكتور اشرف متواجد. بالظبط بالظبط، احتفالات وفرحه كبيره وكل اللاعبين حتى في مختلف الالعاب يحرصوا ان هم يروحوا على متابعه ده المنتخب. احنا عارفين ان اللعيبه خلصوا منافساتهم، مفيش الا رفع الاثقال اللي لسه ما خلص. عندنا بكره ثلاث لعيبه لسه ما خلصوش المنافسات. مين ابرز اللعيبه يا ياسمين؟ عذرا على المقاطعه، ولكن عايز اعرف منك بقى يعني مين اللعيبه المتوقع ان شاء الله ان هم يكونوا بيتوجوا بميداليات اخرى في البارالمبيات؟ احنا عندنا الساعه 7:30 يعني بعد تقريبا ساعه عندنا هاني عبد الهادي صف الاثقال هيلعب، وعندنا بكره نازيه فكري متوقع ان هي تجيب ميداليه. هي كمان بالمناسبه تم الاعلان النهارده ان نازيه فكري والكابتن عبد النبي حسن في اللي هو الشهير بحناوي في الكره الطايره هم اللي هيرفعوا علم مصر في حفل الختام، فطبعا نازيه متوقع لها ميداليه. وعندنا كمان راندا تاج، عندنا عمرو سعد، كل اللعيبه ما شاء الله في رفع الاثقال دايما بيفرحونا وبيجيبوا لنا ميداليات مختلف انواعها يعني. طيب فيما يخص بقى تواجد الدكتور اشرف صبحي ومظاهر الاحتفالات اللي شفناها، اعتقد كل دوت بيعلي من الروح المعنويه وبيدي موتيفيشن كده او يخلي اللعيبه اللي داخله عندها مباريات ومنافسات اعتقد معنوياتهم بتكون في السماء يعني. عايز اقول لك ان النهارده الدكتور اشرف صبحي والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنه الاولمبيه احتفلوا باللعيبه وكرموهم في مقر القريه الاولمبيه الصبح، وسلموهم المكافئات الفوريه اللي تم الاعلان عنها. المكافئات بيتم تقسيمها يعني، الميداليه الذهب بتكون 1500 دولار، الفضه 1000 دولار، البرونزيه 750 دولار. فرحاب ومنياوي كل واحد منهم اخذ 1500 دولار النهارده، دي مكافاه فوريه مالهاش علاقه بالمكافاه الاولمبيه او البرلمبيه خالص، مالهاش علاقه بمكافاه الوزاره، دي مكافاه فوريه البعثه بتصرفها للعيبه. منتخب الطايره جلوس كل لاعب حصل على 750 دولار النهارده. كان جو جميل جدا جدا، كانت جلسه وديه مع اللعيبه، الدكتور اشرف استمع لطلباتهم والفتره اللي فاتت عدت عليهم ازاي والاعداد. اعتقد يا ياسمين ده بيلقي بظلاله على اللعيبه اللي لسه هتشارك ان شاء الله، فبالتالي يقدر اللعيبه دي بالفعل كانوا اللاعبين متواجدين النهارده في الجلسه اللي هم لسه هيلعبوا بكره، كانوا متواجدين وكان عندهم حماس اكتر وتشوق اكتر ان هم يعني. بالظبط بالظبط، كان زي ما بقول لحضرتك كان كل البعثه متواجده النهارده في مقر القريه الاولمبيه، كانوا موجودين معاهم وكنا يعني موجودين في الحدث دقيقه بدقيقه. ودكتور اشرف نقل لهم مدى اهتمام الدوله المصريه بيهم وبطلباتهم وتوفير كل ما يطلبوه من معسكرات بطولات وديه، كل قال لهم كل طلباتكم مجابه. بشكرك يا ياسمين، شكرا جزيلا. من باريس الزميله والناقده الرياضيه ياسمين يحيى. قرر الاتحاد المصري لكره القدم مد قيد القوائم الاوليه للانديه حتى يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، بعد ما كان المقرر لي او من المقرر انتهائه، كان المفروض ان هو ينتهي يوم السبت، ولكن تم مد فتره القيد وفقا لما اعلنه الاتحاد في لائحه القيد للموسم المقبل. ومجلس الاداره في اتحاد الكره اعلن يوم 21 اغسطس الماضي باب القيد الصيفي امام جميع الانديه والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية التي تتضمن اللاعبين القدامى حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية، ويستمر بالنسبة لأندية الدوري الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل بإذن المولى عز وجل، ولأندية القسم الثاني حتى 22 سبتمبر اللي جاي برضو، والقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر. ده فيما يخص القوائم الأولية وموعدها. طيب في تقارير صحفية إنجليزية كانت بتتكلم عن التطورات الجديدة بشأن مستقبل صلاح. طبعا تصريحات صلاح كانت في منتهى الذكاء ومنتهى الروعة، وفي الحقيقة دايما صلاح ما بيجليش ولا جوه ال 18 ولا في الملعب ولا في احرازه للاهداف، وكمان ما بيجليش في تصريحاته. وبالتالي تصريحات صلاح يعني كسرت الدنيا في كل صحف العالم وفي كل البلاتفورمز بتاعه السوشيال ميديا في الدوري الانجليزي. وبعد اقتراب انتهاء عقد صلاح بنهايه الموسم الجاري 2024/2025، أكد موقع كوت أوف سايد وجود ثلاث أندية سعودية وهم الاتحاد والأهلي والهلال
بيقدموا عرض ضخم جدا، او عشان نكون ادق في التعبير او الخبر، هم بيستعدوا لتقديم عرض مغري وعرض ضخم جدا لابو صلاح، وعقد بيمتد لثلاث سنوات مقابل 90 مليون يورو في الموسم الواحد. 90 مليون يورو في الموسم. صلاح بيتقاضى مع ليفربول 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، في الوقت اللي الراتب بتاعه أو السالري في الأسبوع في العقود اللي هتتقدم لصلاح في الأسبوع الواحد هتكون 487 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. وكمان موقع كوت اوف سايد اكد ان صلاح لغايه دلوقتي قصه عقده لم تحسم بعد، مفيش اي حاجه حصلت ما بين ليفربول او البورد ممبرز واعضاء مجلس الاداره في ليفربول وما بين ابو صلاح، ولكن المعلومه والمؤكد ان هيبقى فيه تحرك سريع من جانب اداره ليفربول لفتح ملف تجديد عقد صلاح للاستفادة منه بدل من رحيله كفري ايجنت او مجانا الصيف المقبل. طيب معانا واحد من نجوم وابطالنا في البارالمبياد، الكابتن احمد خميس، نجم نجوم منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس، وهو زملكاوي اصيل جدا، وبقول له مساء الفل عليك يا ابو الكباتن. مساء الفل على حضرتك. طبعا يعني ببارك لك على البرونزيه وانجاز كبير، واعتقد ان انت لما تشرف بلدك وترفع علم بلدك واسمك يكون موجود في التاريخ في البطوله الاهم للعبه، اعتقد ده شرف ما بعده شرف. الله يبارك فيك والحمد لله. يعني ده طبعا مجرد بس وجود اي حد في المنتخب ده شرف ليه، ولان هو بيبقى واجهه للبلد عموما في اي محفل دولي. صحيح. وانتوا في الحقيقه واجهه مشرفه لينا كلنا. الحمد لله برضو بفضل دعوات الناس وبفضل برضو مجهود الوزاره معانا والدوله. بتشوف ازاي دعم فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف ودايما في ظهر الناس ودايما في الحياه بنتشرف بيكم ودايما رافعين اسم مصر في العالي. طبعا بفضل سياده الرئيس طبعا يعني غير وجهه نظر المجتمع ككل للفئه دي، وبقى في دمج في المجتمع عموما بفضل فخامه الرئيس. طبعا بتهدي الميداليه دي لمين؟ بهديها طبعا للشعب المصري كله والاهلي والابني ووالدتي، وهديها طبعا لروح مرحوم كابتن طاهر المدرب بتاعنا، توفى قبل السفر بحوالي شهر تقريبا. طيب انا عارف ان انت راجل زملكاوي كبير وعارف ان انت مشجع طبعا درجة ثالثة كمان، فعايز اعرف منك كده مين اكتر اللعيبة اللي انت بتحبها في الزمالك؟ طبعا شيكا. شيكا طبعا الاسطورة. طبعا شيكا الاسطورة والنجم الاوحد يعني والاول دلوقتي في الزمالك كابتن زيزو طبعا. طب تقول ايه لزيزو وشيكا بعد لما قدرت ان انت تشرف مصر وتجيب ميدالية في بارالمبياد باريس؟ اعتقد يعني من حقك بقى انت دلوقتي على قناه الزمالك والهواء مفتوح، واي رساله طبعا واي طلب ليك هو مجاب. اكيد طبعا انا يعني اتشرف ان انا اشوف كابتن شيكا طبعا، كابتن زيزو اكيد وفرقه الزمالك كلها طبعا. وانا اعتقد ان كابتن نادي الزمالك كابتن شيكابالا ونجم نجوم كره القدم المصريه وافضل لاعب في مصر اخر 3 4 سنين مش هيتاخروا عليك يا ابو حميد. شرفت مصر ورفعت راسنا وببارك لك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك، وانا اللي اتشرفت بحضرتك وشرف لاي حد ان هو طبعا يشجع نادي زي نادي الزمالك طبعا. الف مليون مبروك يا نجم، وترجع بالف سلامه ان شاء الله ونشوفك على الف خير. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد خميس، نجم منتخب مصر للكره الطائره جلوس المتوج بالميداليه البرونزيه. طيب ملاعب العالم النهارده فيها العديد والعديد من المباريات، هنستعرضها مع حضراتكم وبعد كده هنطلع لفاصل عشان نستقبل واحد من نجوم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك السابق الكابتن هشام يكن بعد هذا الفاصل، فنتابع.
يختتم فريق الكرة بالزمالك اليوم معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا للموسم الكروي الجديد والذي بدأ يوم الجمعة الماضي وتخلله إقامة مباراتين وديتين، الأولى أمام سبورتينج السكندري وحسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، ثم واجه الشعلة السعودي وفاز بالنتيجة نفسها، وخاض الزمالك مباراتين وديتين اليوم في ختام معسكر الإسكندرية. الأولى أقيمت أمام فريق رايا في 10:00 صباح اليوم وفاز الزمالك ثلاثية مقابل هدفين، ويختتم الفارس الأبيض معسكره بمواجهة الشرطة العراقي في 6:00 مساء اليوم. يبدأ بعدها فريق الزمالك الاستعداد للسفر إلى مدينة نيروبي استعدادا لمواجهة فريق الشرطة الكيني، حيث يلتقي الزمالك مع بطل كينيا في ذهاب دور 32 من الكونفدرالية في 3:00 السبت المقبل، على أن تقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:00 مساء يوم 20 سبتمبر الجاري. ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى دور المجموعات للبطولة القارية. من جديد بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية مع نجم نجوم منتخبنا الوطني ونجم نجوم دفاعات نادي الزمالك السابق، واحد من أساطيرنا الكابتن هشام يكن. كابتن هشام بتشرف بوجودي معك. يا حبيبي طمنا عليك. أنا تمام. أنت انا عايز اعرف كواليس المعسكر المغلق اللي كان في الساحل مع كابتن ايمن يونس. ايه ده من اولها كده؟ من اولها على طول. ده مصيبه. ايمن بيفتن عليا يعني. قال لي اول سؤال تساله الكابتن هشام على الهوا، عملت ايه في كابتن ايمن في الساحل؟ في الساحل ولا حاجه، بروح له الصبح بدري يحضر لي الفطار. عامل لي فطار. هو قايم بدور يعني طبعا يعني ايمن احنا ولاد عم واخوات صحيح وزمايل ملعب وكل حاجه. طبعا فايمونه يعني عارف يعني. طب كابتن ايمن متبنين كان حلو ولا الفطار كان تمام؟ طبعا طبعا ما شاء الله يعني بيحضر فطار، عامل فطار حلو وياخدني بقى يعزمني بقى عشان كان عيد ميلادي. كل سنه وحضرتك يا كابتن. هو انت طيب حبيبي. فهو يعني قام بدور كبير جدا معايا في الساحل السنه دي. هو حكى لي طبعا يعني حكى لك. في حاجات يعني ايه خليها في الفاصل. ابتدي بحضرتك في النواحي الفنيه، وشفت ازاي فوز منتخبنا على كاب فيردي بثلاث اهداف، وفي مفارقه ما بين منتخب مصر مع روي فيتوريا، التعادل مع كاب فيردي 0-0، والفوز مع العميد كابتن حسام حسن بنتيجه 3-0. بص انا هقول لك على حاجه، يعني احنا دايما كان عندنا مشكله كبيره جدا وما كناش بنعالجها في فتره لما كان موجود الجهاز الفني اللي قبل الكابتن حسام طبعا مع فيتوريا. احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في الاستحواذ الكوره وبطء الشديد اللي كان. عذرا على المقاطعه ولكن انا معايا، مش هقول لك بقى اخوك وحبيبك وصاحبك وقريبك، لا انا معاك، معايا اللي كان مع حضرتك في المعسكر بتاع الساحل. ها يا كابتن ايمن مساء الفل على حضرتك، اسطوره نادي الزمالك. طب وانتوا ما تقولوليش ليه ان هشام يكن عايزين في ضيف ومش هنقول لك اسمه؟ الله الله الحركات دي. انت متابعني ولا ايه؟ لا مش متابعك، ده انا لسه بدور على القناه بشوف مين الضيف اللي انتوا جايبينه ومش قايل لي تطلع انت. يعني انا هربان منه في الساحل يطلع هنا كمان. كابتن ايمن انا عايز بس اعرف من حضرتك، لان كابتن هشام كان بيتكلم بيقول لي بصراحه يعني كابتن ايمن كان عامل خدمه 5 ستارز في الساحل. ولا 5 ستارز ولا حاجه. لو سمحت ما تقللش من اللي عملته. لا ده هو اللي عنده على طول دايما كده كابتن ايمن، يعني بصراحه يعني بيقوم بدور كبير يعني احلى واجب يعني. ده هشام يكن طول عمره اخويا، فش هزار الحاجات دي. كابتن ايمن اللي هو عايز. كابتن ايمن انا عارف طبعا ان حضرتك عندك جزء مصغر من مدرج التالتة يمين في البيت عندك، بتعمل بقى ماتشات وتشكيلات وبتجيب نجوم. والله هشام يكن هو اللي متولي اكتر مني. كابتن هشام هو اللي ماسك البي ار. هو المسؤول دايما في التجمعات، يلا يا جماعه وبتاع وخلاص. عايز اعرف عاملين تجمع حلو ان شاء الله بعد بكره عند الكابتن ايمن. سامع ان في دوري وفي حاجات خيريه بتتعمل. لا البطوله والدوري دي حاجه تانية غير التجمع النجوم الكوره، نجوم نادي الزمالك اللي هو يعني دايما يعني ايمن بيقوم بالحته دي بيحب. والله وهشام بصراحه وانت ليه دايما بتقول عليا انا بس؟ ما انا وانت. كابتن ايمن التشكيل بتاع بعد بكره هيبقى عامل ازاي؟ لا التشكيل هجومي يعني، الدفاع اللي زي هشام يكن وخالد جلال و الناس الدفاعيين دول يعني. بص اعتقد بعد بكره في بطوله طاوله،
في بطولة وفي بطولة بولي بالدماغ اللي هو جمال عبد الحميد بيتحدى بيها ان هو بيكسب اي حد. فعملت لهم ملعب رسمي لاول مره. ناصر ابراهيم طارق يحيى المهارات دي طبعا عشان نكشف المهارات. طب الجوائز يا كابتن في البطوله دي هتبقى عامله ازاي؟ لا الجوائز اي انا كنت بقترح اشتراك كل واحد 1000 جنيه وناخد الفلوس دي نديهم لمستشفى كل الناس او 57 ومش عن طريق ولا هشام يكن ولا مين كمان. دي اساطير الزمالك يا كابتن، حضرتك بتجمع نجوم الزمالك واساطير الزمالك بيعملوا حاجه كده زي مسابقه كوره كده على خفيف عند حضرتك وبالتالي بيتم التبرع بالمقابل المادي. فولي بالدماغ دي زمان دي يا كابتن قلت كنا متعودين نلعبها في اوضه اللبس طول عمرنا عملت لهم بقى حضرتك اوضه لبس عند حضرتك في الفيلا. عملت ملعب رسمي. يعني اللعبه دي هننشرها وجيم كمان عشان يعني نشيل ايمن. طب يا كابتن ايمن طمنا على كابتن هشام كده ومستواه دلوقتي في الملعب عامل ازاي؟ لا هشام نجم بصراحه في الطاوله نجم انا بسيبهم بيقعدوا وبنزل انا بالحمام السباحه. كابتن ايمن طبعا لو المسابقه دي ان شاء الله تمت على خير قناه الزمالك دايما في ظهركم ودايما تكون موجوده في اي حاجه في الخير يعني ومش جديد عليك يا كابتن ايمن. يا عم ده بيتكم انت هتهزر. ربنا يعزك. طيب نادي الزمالك كله ده بيته، احنا كلنا نادي الزمالك واحنا الزمالك يعني مش فارق معانا غير نخدم نادينا والتجمع ده كله حب في نادي الزمالك وبنقعد نتكلم على النادي وبتاع. انا بس يعني انا عايز اقول جمله ومعاك هشام. اتفضل يا كابتن. الناس بتقعد تشتكي تقول لك الله هو النجوم ما بيساعدوش ليه؟ او ما بيخشوش ليه؟ حلو قوي الجمله دي. جميله. واحنا اهو بنعلن كلنا كنجوم نادي الزمالك ان اي حد فينا بيبقى تحت امر نادي الزمالك والمسؤول عنه حاليا مجلس الاداره. هل ينفع مثلا ان هشام يروح يفرض نفسه او جمال عبد الحميد ولا خالد جلال ولا حماده عبد اللطيف ولا يعني اسماعيل يوسف يعني اي حد النادي لو طلبوا بيروح يساعد، يعني هم طلبوا شامية كان ان هو يظبط لهم حاجات في الاكاديميات الخارجيه والداخليه قال من تحت امركم وعلى طول راح. فاللي بيطلب منه بيروح، لكن يعني عايز اشيل المفهوم ده من عقليه الناس، ما فيش حد بيروح يفرض نفسه يقول لا انا هشتغل، انا هحل مشكله اللعيبه، انا هروح لا. معانا جهاز فني محترم بنحترمه. معايا مدير كوره انا بحترمه جدا عبد الواحد السيد ولد من الناس المحترمين. معانا مجلس اداره كله متكامل محترم بصراحه بيعملوا لو الناس بتقدر بجد لا بيعملوا معجزات. صحيح. كم الايقافات اللي اتعملت وكم فك القيد اللي عملوه اعجاز يا جماعه مش معقوله ده اعجاز. يعني بصراحه اللي هيستلم مجلس الاداره بعد مجلس الاداره ده هيبقى محظوظ لانه هيبقى فك له معظم المشاكل او 3 ارباع او 80-90% من مشاكل نادي الزمالك. والله يا كابتن احنا محظوظين طبعا بمجلس الاداره ومحظوظين ان احنا عندنا قيمه فنيه واداريه وثقافيه زي كابتن ايمن يونس اللي في الحقيقه بيشرف الزملكاويه كلهم في كل حته يعني. والله كل لعيبه نادي الزمالك ولاد نادي الزمالك اللي بجد اصل في صنايعيه بيخشوا نادي الزمالك يلبسوا تيشيرت وياخدوا فلوس ويمشوا. وفي ناس افنوا عمرهم كله حبا في الملاعب وعرفانا بالجميل بعد الملاعب لنادي الزمالك. وكلنا بنتفنن بس ما ينفعش نطلع نقول يعني معقوله انا اعمل خدمه اطلع اقول انا عملت في بيتي كذا او ساهمت بكذا. صحيح. او عملت كذا او ضحيت بكذا ده بيتي. صحيح. الناس تقعد تهاجمك واحنا بنفضل ساكتين. صدقني ما فيش نجم من ولاد نادي الزمالك اللي متربيين في عز وخيره. صحيح. ما بيعملوا حاجه غير بيقولوا تحت امر نادي الزمالك. 100% عندك تعقيب يا كابتن هشام على كلام كابتن ايمن؟ لا ما بحبش اعقب على كابتن ايمن. كابتن هو بيبص لقدام على المعسكر اللي جاي. ها يا كابتن بص بقى هشام لا ده انا بقى اللي واخده في ملعبي انا اللي هاخد ايمن يونس عندي في ملعبي. اخويا اخويا بجد وواحد انا بحبه بجد وواحد طيب جدا وجدع جدا ولطيف جدا وبيحب يخدم النادي جدا. والله يا كابتن مش عشان على الهوا عذرا على المقاطعه ولكن والله ما في مره طلبنا فيها كابتن هشام يكن الا لو كان موجود اول الناس. بالظبط كده. فانا هشام يكن ده قيمه كبيره، واحد شال كؤوس، واحد مكافح، قصته كفاحيه رهيبه. صحيح. شال كؤوس نادي وش خير. اول سنه انا وهو خدنا اول بطوله افريقيا في تاريخ الزمالك. صحيح. انا وهو اول سنه خدنا بطوله دوري اول مره في الثمانينات في تاريخ الزمالك. يعني حتى وشه خير.
يعني، ولما أدى في التدريب كان رائع، وبني آدم بصراحة يعني أنا بحبه. أخويا غير أنه ابن عمي، أخويا بجد بثق فيه وعارف أنه هو بيحبني وبيحب لي الخير. صحيح. وإحنا عايشين في زمن لما بتلاقي حد بالأخلاق دي بتاعت هشام ياسر تمسك فيه طبعا يا كابتن، وبعدين ثنائية جوه الملعب وبره الملعب ما شاء الله. بس صدقني هو اتبهدل في الساحل، هو بيكسبني في الطاولة، واتغلب في الطاولة ويقعد يقول لي أصل أنت عازمني، يعني أنت عازمني بيكسبني في الطاولة بس بسيبه ويكسب يعني. بص والله يا أحمد بيقعد يجز على اثنينه، وبيقعد الاقي بيقعد يحفر برجليه في الرمله من غير له ان هو بيتغلب، وبعمل نفسي مش واخد بالي. بعد لما يتغلب يقول لي اصل انا يعني مش معقوله تبقى عازمني واكسبك اي انت عارف هشام بقى ملك الافيهات دايما يقول لك هعوض في الفاينل. ها لا في الفاينل، بس هو لا في الطاوله لعيب كبير مما لا شك، وفي الكوره نجم كبير، هو بني ادم جميل. انا بشكركم على المداخله وبستمتع، وخلاص جبت القناعه اتفرج على بقيه الحلقه. ده احنا اللي بنتشرف، متعونا متعونا. بتشرف يا كابتن دايما بوجود حضرتك. طيب باي باي. اتفضل يا كابتن. جميل كابتن ايمن. بص هقول لك على حاجه، لما يعني قليل قوي لما تلاقي حد بالشياكه والرقي والتحضر ومحب لنادي الزمالك. بص هقول لك على حاجه، انت عندك نجوم كبيره جدا تقدر تحول لك حاجات كتير قوي. صحيح. منهم كابتن ايمن يونس، وجهت من الوجهات الجميلة. صحيح. للاعب نادي الزمالك وجهة مشرفة في الحياة. بالظبط. وعندك مجموعة تانية، احنا كلنا في خدمة نادي الزمالك. صحيح. وكلنا منتظرين الإشارة، لكن انت عارف ايه، هو في كيمياء كده يا كابتن غير طبيعية ما بين حضرتك وما بين كابتن أيمن يونس في الحياة، أنا بلاحظها حتى. نقر ونقير شوية، بنشد كده مع بعض، مش بنشد اللي هو لا يعني ايه عارف، هزار هزار. ما ده حلاوة نجاحنا. صحيح. في الحاجات دي، لأن احنا ايه عارف دايما من النوع اللي عندنا عزيمه ان احنا عايزين نكسب. صحيح. يعني انت فاهم الحته دي موجوده عندنا، حته الروح، حته ان احنا عايزين نقدم الجديد. النهارده ايمن يونس واحد من الناس اللي قدموا الجديد في عالم كره القدم هنا وفي مصر. صحيح. يعني لما جه دخل عمل البرامج التحاليل والبرامج اللي الفيلسوف، كان ساعتها ايمن يونس هو من اول الناس. صحيح. اللي اشتغل الحاجات دي، فطورنا احنا افكار. خلي بالك ان فكره الاكاديميات اللي اتعملت في مصر دي فكرتي انا وايمن يونس، يعني حاجات كتير جدا طورناها حلوه جدا للبلد، والناس ما تعرفش الكلام ده، ان ايمن يونس وانا وكان معانا شغالين معانا كابتن علاء ميهوب من النادي الاهلي وكابتن محمد سعد من النادي الاهلي، كانوا شغالين معانا في افتتاح اول مدرسه كوره او اكاديميه كوره كانت في مصر. وبعد كده ابتدت تنتشر زي ما انت شايف دلوقتي الاكاديميات الخارجيه والداخليه والحاجات دي كلها. ودايما يا كابتن اولاد نادي الزمالك يعني عندنا طبعا عندنا سباقين. صحيح. سباقين يكون في علمك، احنا صاحب الفكره، وكان معانا اول واحد دعم الموضوع ده الدكتور كمال درويش، ويطلع يقول لك الكلام ده لو انت ده عملت معاه مداخله في يوم قول له. مش في مصر بس، في الوطن العربي. يعني الوطن العربي ما كانش فيه الاكاديميات. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لما بنروح السعوديه ولا لما بنروح الامارات الناس بتشيلنا من على الارض، يقول لك اللي معلمنا الكوره هم الزملكاويه. الزملكاويه يا كان الله يرحمه. صحيح. وكابتن احمد رفعت وكابتن ابو رجيل ربنا يديله الصحه، ونجوم اخرين كابتن زكي عثمان الله يرحمه، كل دول اشتغل كله اتعلم الكوره، اشتغل في الـ في الـ في الامارات وفي السعوديه وفي الحتت دي من بدري. يعني احنا حتى لما تيجي تبص تلاقي نسبة الزملكاوية في الدول العربية عالية جدا نتيجة حبهم لنادي. صحيح. الزمالك والمساعدات اللي كانت في الفترة دي سواء كون مدربين. الكلام معاك ممتع جدا. احنا لسه قاعدين شوية هنطلع لفاصل استاذن حضرتك ونرجع نكمل كلامنا مع نجم نجوم نادي الزمالك السابق الكابتن الكبير كابتن هشام يكن بعد هذا الفاصل فنتابع. الحديث الممتع مع نجم نجوم نادي الزمالك كابتن هشام يكن. كابتن هشام هرجع مع حضرتك بالزمن لورا شوية. غناء الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة صباح في نادي الزمالك وأحياء فرح الكابتن يكن حسين. طبعا كابتن يكن كان في المرحلة دي في الوقت ده كان نجم من نجوم مصر الكبار في المرحلة دي، وكان نجم اتخذ عمل فيلم. كان طبعا راجل لاعب كاس عالم ولاعب اولمبياد. لاعب اولمبياد. مين كان موجود في الفرحة كابتن؟
كان في الفرح حضر طبعا النجم الكبير الله يرحمه عبد الحليم حافظ وصباح صحيح. وكان في فرقه اسمها فرقه سهل قلبك بتاعت فرقه خواجه بيجوا دول معرفش تفتكر تسمع بالظبط وكان طبعا من المعازيم كان نجوم النادي الاهلي واللي رقص في الفرح بشكل هستيري كابتن رفعت الفناجيلي نجم خط وسط خط النادي الاهلي كان في الوقت ده كان من اشهر اللاعبين اللي كانوا موجودين في مصر فطبعا وده طبعا انا بحتفظ بالصور دي موجوده عندي في البيت بس هنبقى نعرضها مره صحيح كده هنعمل حلقه كامله عنها عن كابتن لكن ممتع اتفضل كابتن الفرح بتاعه كان حصل مشكله لعبد الحليم حافظ ان هو المفروض ان هو كان بيتعالج كان عنده ساعتها كان تعبان فكان اتفق على ميعاد فرح يوم جمعه في حته معينه او يوم خميس فالفرح اتفقوا عليه خلاص وبتاع بس عشان تروح الفرح لازم المعازيم يوصل لها الدعاوي قبلها بشهرين فطبعا الميعاد الفرح وكله تمام وهو كلم جيب قعد إيهاب قبلها باسبوع جه جواب لعبد الحليم حافظ ان هو يسافر انجلترا علشان الدكتور بتاعه هيقابله هناك وكان لازم يبقى يوم الخميس متواجد هناك في انجلترا. فطبعا الفرح يوم الخميس وسفر عبد الحليم حافظ كان يوم الخميس. فطبعا الفرح بالليل وكان عشان يتعمل وكلام من ده والمواعيد فطبعا يعملوا ايه المشكله؟ فما فيش غير كان ان هم يفكروا في الحته زي بتاعه الفيلم لما جم قال لك لا تاخذ هذا الدواء انه في سم مقاتل. الشهير طبعا. فكان الاستاذ فهمي عمر كان واحد من الناس اللي هم اللي كانوا موجودين في الوقت ده واجلوا وقدموا ميعاد الفرح من يوم الاربعاء من يوم الخميس ليوم الاربعاء حلا عشان المعازيم تعرف طب عشان المعازيم تعرف وتيجي ومش هينفع انك انت ترسلهم تاني ما كانش فيه طريقه تليفونات او موبايلات او كلام من ده فلازم عشان تبعت الجوابات ما كان مشكله كبيره جدا وهتبعت لمين ومين 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 المهم راح طالع الاستاذ فهمي عمر قال في الراديو ان تم تقديم فرح الكابتن ياكل من يوم بدل من يوم الخميس ليوم الاربعاء واللي هيحل فرح عبد الحليم حافظ وصباح وفرقه سعد قلبك وكلام من ذكريات رائعه في الحياه طبعا اضطر الناس طبعا لما جت جه معاها الجمهور فالفرح بقى فرح جماهيري تحول لمدرج فانا عندي المنشط مكتوب لك قال لك فرح اسطوري اليكن صحيح يعني المنشطات دي بقى هبقى اوريها لك كده هنعمل حلقه كامله طبعا عن تاريخ عيله يكن ولكن عايز اخد حضرتك للجزئيات الفنيه مره اخرى وبتشوف ازاي التشكيل الهجومي اللي بدا بيه كابتن حسام حسن وهويه المنتخب اللي كانت واضحه بثلاثيه كاب فيردي وخصوصا في الشوط الاول. بس انا هقول لك ان احنا عندنا خط هجوم مميز جدا من غير اي مدرب بيلعب طبعا محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك ريزيديه وعندك عمر مرموش عناصر موجوده في الملعب مفروض انها لعيبه محترفه على اعلى مستوى عندهم امكانيات ثقه عندهم سرعه في انهاء الهجمه وده اللي حصل في المباراه وده الكلام اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه بقول لك ايه سبب الاداء ان هو امبارح المباراه ان احنا سرعنا الحركه بتاعتنا من ورا من الدفاع ابتدينا ننقل الكوره اعتماده على حمدي فتحي ورامي ربيعه دي كانت مفاجاه برضو في التشكيل والرهان كان كسبان لكابتن حسام ما هو بالظبط لكن خلينا يعني دي ظروف اتحط فيها لكن احنا كان يهمنا الاداء السريع داخل الملعب علشان لو تبص للاهداف كلها هتلاقي فيها انطلاقات صحيح. يعني مش مثلا هدف جاي ملعوب اي حاجه او كلام من ده هتلاقيه دايما انطلاقات واخد من نص الملعب وجاري وعامل المساحات نص الملعب عندك زيزو وعندك تريزيجيه وعندك عمر مرموش وعمر مرموش والمجموعه فعمل صحيح. سرعات عاليه بجانب طبعا صلاح ونقل للكوره لو انت اتفرجت على الماتشات قبل كده الترانزيشن التحول التحولات طيب صحيح. ايه كمان اللي كان بيسيء البتاع ان البطء كمان بيعيبه كمان حته عدم دقه الباص صحيح
كان عندك مشكله بالخروج من الكره. بالخروج من الكره، فكنت دايما لما تيجي بتنقل الكره فبتنقلها بيحصل فيها التحامات. ده في حقبه روي فيتوري. بالظبط، لكن انت الماتش امبارح كان معظم الباصات رايحه صحيح. في اتجاه اللعيب السليم. دقه التمرير كمان ابرز يعني الاحصائيات اللي احنا جبناها. الجون الاولاني لما صلاح 84%. الجون الثاني السرعه في نقل الهجمه اللي اتلعب اللي هو الجون الثالث اللي جه جابه ابراهيم عادل. ابراهيم عادل. ازاي ودخول مصطفى والانسجام كمان يا كابتن اللي كان موجود، يعني ما تحسش ان كل واحد في وادي، لا الفرقه فايقه وكل واحد عارف دوره، وكان باين جدا الهويه بتاعت هو في دور مهم جدا قام بيه محمد صلاح امبارح، وده كان مهم قوي. وجود محمد صلاح افقد انتباه الفريق الاخر. صحيح، وكان بينزل لنص الملعب يا كابتن عشان يدي مساحه صحيح. لزيزو او لمصطفى فتحي لما نزل او ايا كان موجود في الملعب، ادى المساحه فابتديت استغل المساحه دي، المساحه لزمايله ان هم فهو قام بدور كويس جدا صحيح. وده اللي احنا كنا محتاجينه على اساس ان هو تفتح ثقل طبعا، فبياخد معاك ثلاثه لعيبه بعد كده تقدر تخش صحيح. طيب اخد حضرتك من منتخبنا للتريننج كامب او معسكر نادي الزمالك، بتشوف مدى اهميه المعسكر لجوزيه جوميز والاستعداد بقى البدني والفني ككل بقى يعني لمنظومه نادي الزمالك في البري سيزون؟ بص يعني طبعا كان مهم جدا ان نادي الزمالك في الفتره اللي احنا فيها، طبعا احنا عندنا يمكن بعض الـ 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 الاماكن اللي هي عايزه نوع من انواع الدعم، فافتكر ان مجلس الاداره ابتدى يشتغل على هذا الكلام صحيح. وابتدى يتعاقد مع اللاعبين، لكن هي في الاول وفي الاخر لازم اعطاء الفرصه للاعبين والانسجام سريعا صحيح. لان انت داخل وعوده المعارين زي حسام اشرف احمد محمود، جوميز معجب جدا بالثنائي ده يا كابتن. بص هم يعني هو معجب، هو اهم حاجه التوظيف، هو المهم ان هو ايه الاندماج. انا صحيح. انا ممكن اجيب احسن 11 في لكن التوظيف يكون عامل، لكن توظيفهم جوه الملعب مطلوب، ان هو زي امبارح انت النهارده حسام حسن قدر يعمل توليفه كويسه ما بين مجموعه اللعيبه ان هو يجي صحيح. طيب الزمالك النهارده عندك مجموعه لعيبه كويسين جدا، بس عايز تعمل اضافه لبعض المراكز، وحصل الاضافه اللي هي اللي موجود فيها. طيب ايه اللي هيميزهم؟ هو الانسجام السريع، لان انت ما عندكش وقت، انت داخل على ماتش هتسافر تسافر كينيا وترجع، وتروح ترجع تلعب ماتش وبعد كده تروح تلعب السوبر، يعني انت عندك ماتشات كلها صعبه، كلها متشافة صحيح. كلها فيها حكم، كلها سوبر فيها الافريقي والسوبر المصري، بتتكلم في ماتشين ببطولتين ببطولتين صحيح. فهو ده اللي احنا عايزينه. فطبعا النهارده الزمالك لعب مباراه الشوط الاولاني، يعتبر الشوط الاولاني الصبح، لعب بمجموعه لعيبه رايه 3-2 والنتيجه انتهت 3-2، ثم الشرطه العراقي اللي انطلقت 9-6. النهارده الشرطه العراقي طبعا برضو فريق قوي جدا، لو نقدر نعرف نتيجه المباراه برضو من الشباب في الاعداد هنقولها لحضرتك او نبلغ بيها طبعا الساده المشاهدين. طيب استاذن حضرتك، محتاج اروح لموضوع الحلقه مع جمهور الزمالك ثم ارجع لحضرتك اخد منك أوكي. تعقيب أوكي. طيب موضوع الحلقه النهارده مع جمهور الزمالك كان مكاسب المنتخب بعد الفوز على كاب فيردي في افتتاح مشواره في تصفيات امم افريقيا. البداية من عند محمد الدايري بيقول مساء الخير يا أحمد، فوز منتخب مصر أنا هقرأ فيه عجالة عشان أقدر أخد أكبر عدد ممكن. فوز منتخب مصر على كاب فيردي 3-0 المنتخب العنيد، ومن الواضح وجود انسجام وجماعية وروح بين اللاعبين، إن شاء الله نفوز في مباراة بتسوانا يوم الثلاثاء لحسم صدارة المجموعة مبكرا والصعود لكأس الأمم الإفريقية. أشكرك يا أستاذ محمد، وده الانسجام اللي أنا وكابتن هشام كنا بنتكلم فيه، وهنا وعي الجمهور. بنتكلم بعد كده معانا مروان عطيه بيقول مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل اسره البرنامج، انا شايف ان الفوز ده مهم جدا لمنتخبنا ودفعه معنويه للاعبين وانطلاقه قويه للمنتخب، واتمنى الاستمرار على هذا الاداء زملكاوي للابد. بشكرك يا استاذ مروان شكرا جزيلا. اللي بعده خالد احمد، مساء الخير والسعاده على حضرتك يا استاذ احمد وعلى ضيفك الكريم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق المونديالي الكابتن هشام يكن، حصد الثلاث نقاط والدفعة المعنوية للاعبين في المباريات القادمة هم من مكاسب منتخبنا الوطني بعد فوزهم على كاب فيردي في افتتاح مشوار تصفيات أمم إفريقيا، وتحياتي لحضرتك يا أستاذ أحمد والفريق العمل في برنامج أخبارنا ولقناة نادي زمالك. بشكرك يا أستاذ خالد شكرا جزيلا. معانا بعد كده طه علي، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين، أهم المكاسب اللي حققها منتخبنا الوطني امبارح هي الدفعة المعنوية الكبيرة وعودة الثقة بعد الفوز الكبير على منتخب كاب فيردي، وبإذن الله دائما منتخب مصر أو منتخبنا يكسب ويفرحنا زملكاوي وأفتخر. بشكرك يا أستاذ طه شكرا جزيلا.
احمد صفوت بيقول مساء الخير عليك يا احمد، منور قناه الزمالك، اهم حاجه حصد الثلاث نقاط والدفع المعنويه للاعبين وانطلاقه قويه للمنتخب، وان شاء الله نصعد لكاس الامم الافريقيه، واتمنى استمرار حسام حسن مع المنتخب، وتحياتي لحضرتك. بشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. محمد عاطف، مساء الخير عليك يا احمد وعلى كل فريق العمل، اهم مكاسب المنتخب هي رفع الروح المعنويه للفريق ودفع للمستقبل عشان نعدي مباراه بتسوانا واحنا معانا العلامه الكامله 6 نقاط باذن الله زملكاوي وافتخر. بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. كابتن هشام، نتيجه مباراه الزمالك والشرطه العراقي 2-1 لنادي الزمالك، ناصر منسي، دونجا، تعقيبك ايه؟ حلو جدا طبعا، يعني مباراه قويه جدا، فرق الشرطه العراقي من الفرق اللي بتاخد البطولات صحيح هناك في العراق، اهم الفرق في الدوري العراقي، والدوري العراقي بالمناسبه عمل تجربه ان هو جاب الشركه بتاعه الليجا الاسبانيه هي اللي عملت له جدول المباريات، فبالتالي عنده جدول منتظم وعنده بطوله قويه اكيد. فطبعا يعني نادي الزمالك النهارده ان هو بيبتدي بيلعب بالمجموعه اللي هي هتشارك بشكل كبير جدا المرحله اللي جايه ابتداء طبعا بالمجموعه اللي موجوده في الملعب، فده يعني ايه ثبات استقرار، نوع من التعاون مع بعض، اللعيبه تاخد فرصتها، اللعيبه تنسجم مع بعض، محتاجين الحته دي، محتاجين الدعم المعنوي والفوز المعنوي صحيح. لان كل ما بتفوز حتى لو فريق ممكن يكون اقل شويه، لكن ده حافز اكبر انك انت بيدخلك وبيرفع من روحك المعنويه، وانك انت تقدر تخش اول مباراه لازم تحقق نتيجه جميله، عشان نادي الزمالك محتاج الفوز، الجماهير منتظرانا. نورت الدنيا يا كابتن حبيبي، الحلقه معاك ممتعه، الله يخليك يا احمد، جري معاك بسرعه جدا، دايما بنتشرف بوجودنا مع حضرتك في البيت، الله يخليك يا احمد. شكرا جزيلا نجم نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الكابتن هشام يكن، وكل التحيه للكابتن ايمن يونس قاعد بيتفرج علينا وبيتابعنا دلوقتي، مساء الفل عليك يا كابتن، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله استنونا حلقه جديده من برنامج اخبارنا، سلام عليكم.